كما حرك في ندوة تنظف الأخبار اليوم حول فكرة هل نظام مبارك أفضل من نظام مرسي أم لا؟ اختلاف وجهات النظر دار في المناقشات، أيهما تؤيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن اختلفنا على طرح هذا العنوان، لأن لا يصح أن مصر الثورة أن يطرح فيها هذا العنوان، حتى وإن كان على سبيل المزاح أو على سبيل توصيف وضع حالي في معاناة للشارع العادي أو في معاناة في السلطة الحاكمة مع المعارضة. نحن اعترضنا على هذا كشباب ثورة، ولكن أكدنا أن أمة بلا تاريخ، أمة بلا ذاكرة، ليس لها حاضر ولا مستقبل. نحن نعيد الذاكرة للشعب المصري ونقول أن لا تنسوا أن هناك العبارة، وأن هناك صخرة الدويقة، وأن هناك حريق قطارات الصعيد، وهناك ملايين من سرطنوا، وهناك ملايين من أصيبوا بالفيروس الكبدي نتيجة النظام البائد، نظام حسني مبارك المخلوع. ونحن نؤكد أننا حتى وإن اختلفنا مع السلطة الحاكمة نؤكد على شرعية هذه السلطة، وإذا ارتضينا أن يكون صندوق الانتخابات هو البديل لأي رئيس موجود فليكن هذا، وهو هذا ما ارتضاه الشعب المصري عندما أتى بالدكتور محمد مرسي. والدكتور محمد مرسي مع تحفظنا على بعض الأشياء الخاصة بإدارة البلاد، إلا أننا وجهنا له النصح في هذه الندوة المباركة أن يكون شباب الثورة هم في عين المشهد، لأنهم العمود الفقري للثورة المصرية، وهم العمود الفقري لهذا الشعب الكريم، حيث أنهم يمثلون ثلثي الشعب المصري. أسامة، أنت بتقيم المشهد السياسي الآن دلوقتي؟ نعم حقيقي، نعم. وأننا بعد الثورة المباركة والثورة مستمرة، ونؤكد على ذلك، نريد أن نرى أهداف الثورة محققة على الأرض الواقع، نرى الشارع العادي يجني ثمار هذه الثورة. حتى الآن لم يجني ثمار هذه الثورة إلا البلاطجة، إلا الذين هم أعداء للثورة المصرية، الذين يبنون على أراضي الدولة بالمخالفة، والذين يبلطجون في الشارع وهكذا. أما الثوار الأحرار الذين فجروا هذه الثورة وما زالوا في الميادين، حتى الآن لم يتم تمكينهم. ونحن من خلال منتديات الشباب وجدنا أن الخلل أن الشباب لم يؤخذ حتى الآن من بعين السلطة الحاكمة في البلاد، السلطة الشرعية، بعين الاعتبار، حيث أنه لديه القدرة على التغيير وعلى التطهير وعلى تحقيق أهداف الثورة، عنه عن دولة العواجيز التي عانينا منها على مدى 60 عاما. ونحن نريد في مصر الثورة أن يكون الشباب هم عينه الدولة وعين الثورة. بعض الناس في المشهد السياسي الآن بتلوم على جماعة الإخوان المسلمين فكرة أنهم يستأثرون بالحكم، وأن قراراتهم فقط هي التي تنفذ، وأن مكتب الإرشاد تتدخل في شؤون الرئاسة وما إلى ذلك. كيف ترى ذلك؟ يعني أولا الإخوان لو بيحكموا كان الوضع اختلف عن كده. الإخوان لا بيحكموا ولا دياولوا. احنا دلوقتي في عندنا مأزق كبير، يعني كده، والرئيس هو رئيس منتخب والرئيس يمثل جماعة الإخوان المسلمين. اقول لحضرتك حاجه، الإخوان بيحكموا، اصل الحكم مش رئيس، الحكم رئيس ومؤسسات ودولة. حتى الآن الفلول في المؤسسات الدولة لا يقارنوا بمن أتوا من الإخوان. حتى الآن لم نجد إلا وزراء فلول، أكثر من نصف الحكومة، أكثر من ثلثين المحافظين من الفلول. من حق الرئيس ومن حق رئيس الوزراء ألا يختارهم؟ لا، هذا الكلام يعني أنا أقصد ثم أقول لك ما المخرج. يعني المخرج هو أننا لا ندير مصر بنظرية الإخوان، ولا نديرها بنظرية حزب، ولكن نديرها من منظور ثوري، منظور تغيير جذري وليس إصلاحي. نحن كثورة لا نعترف بالتغيير المتدرج، نحن نريد سرعة في الأداء، لأن الشعب لن ينتظر كثيرا. الشعب يريد طحينا ولا يريد ضجيجا. الشعب يطلب من رئيسه أن يكون ثوريا قويا، يطلب من الحكومة هكذا أن تضرب بيد من حديد أو نحاس، لو ما ردوش يعني بكلمة حديد أو نحاس، بحيث أن السلطة تظهر أمام الشارع أنها قادرة على تنفيذ أهداف الثورة وعلى أن تقتص لدماء الشهداء. حتى الآن نحن نرى أن القصاص لدماء الشهداء، هناك محاكم تحكم بالبراءة، القضاة يحكمون بهوائه. إذا كان هذا القاضي الذي حكم بالإدانة محقا، فما بال القاضي الآخر الذي يحكم بالبراءة؟ وإذا كان الذي حكم بالبراءة محقا، فلماذا الآخر أدان؟ نحن نريد أن تكون منظومة القضاء منتظمة، وأن يتم تطهير القضاء
القضاء، حيث أن القضاء شابه ما شابه جميع مؤسسات الدولة، ونحن لا نخشى في الحق لو بدلا حتى المؤسسة العسكرية فيها فساد. نحن نطالب الدكتور محمد مرسي أن يرتكل على الشرعية التي أتت به إلى الحكم، وهو الشعب الكريم، هذا الشعب والشارع الثوري معه في هذا التغيير. لا يستند إلى قوة جماعة ولا قوة حزب، نحن أكبر من الجماعة، أكبر من الحزب، أكبر من أمريكا التي تؤثر على بعض القرارات. ولكن نقول للدكتور محمد مرسي، عليك أن تعتمد على الشعب الذي أتى بك إلى سدة الحكم والثورة التي أتى بك إلى سدة الحكم. بتقيم جبهة الإنقاذ إزاي دلوقتي؟ والله جبهة الإنقاذ ثبت فشلها الذريع بعدم ملاحقتها للشارع المصري وعدم تأثيرها في الشارع المصري. هم قالوا أنفسهم أنهم يمشون خلف الإرادة المصرية، يمشون خلف الإرادة المصرية، الإرادة الشعبية، يمشون خلف الإرادة الشعبية في الميادين. يا هذا كلام يعني لا يقوله سياسي فضلا عن ثوري. يعني هم مجموعة من خلطاء من النظام البائد، فيهم نرى ثمائيل العشاي، ده كان منسق حملة عمر سليمان ومنسق حملة شفيق، نراه في المشاهد مع عمرو موسى ومع سيد البدوي. هذا قياس في الشارع الثوري مرفوض. نحن ما قمنا بثورة لكي نضع أيدينا في أي دمان قمنا عليهم بالثورة، نحن قمنا بثورة لكي ندخل البهجة والسرور والحرية والكرامة والعزة والعدالة الاجتماعية للشعب المصري الذي نحن جزء منه، لا نتجلى من هذا النسيج. شكرا يا أستاذ. عفوا يا أخي كريم.